يلا جم انت. انا الحين كاني غرقان غرقان. مبسوط مبسوط. ايوه طيب. واتس اب جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ از اولويز اتمنى ان الكل از هاسلينج جرايندينج وركينج هارد. ام نوت هاردلي وركينج. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اي حبيبي مضيع انت، اصبر. دلفين البر يا. I'm crazy. Wow. I'm the most loco one here. I'm the most loco one here. Anyways, I'm coming, guys. اليوم ما أدري غباء ولا ذكاء، لأنه ذكاء ذكاء لأنه بس جنون. شيء يوم الجنون. يوم قاعد أنا بخلود بالشقة كذا، قلنا بخلود إيش رأيك نسوي كذا؟ قال لي ما تعزب. قلت له والله. قال لي إيه. طلعنا شرينا كل شيء، نمنا صحينا الصباح، جينا هنا الساعة 7:30 الحين، ويحصل ويجرايند في نص الصحراء في البر، ما ندري وين احنا، بس هذا المكان كله بينقلب منتجع، منتجع قناة النانو. ليتس جو. طيب بتقولون يا النانو يا اهبل، طيب اجر منتجع، روح استانس. كرياتيفيتي. ام ذا موست لوكو، ام ذا موست لوكو. تعال تعال تعال، ورانا الشغل. بعدين ايه ما انتبهوا صبغ شعري رصاصي، شوفوا شعر ابيض. I'm the most loco one here. يا جماعه قسما بالله الفكره مجنونه، فكره مجنونه لدرجه انا مجنون زين، واسوي اشياء مجنونه وما اخاف واحب التجارب، بس يوم قعدنا نفكر في الفكره هذه انا قاعد اشوف انها فكره مجنونه. وصلت يعني جنون الفكره هنا وانا هنا، بس I'm gonna reach you baby. Let's go. We're crazy. Let's go. Let's go بخلود. اغراض هنا جاهزه. يلا المسبح المسبح بخلود. قسما بالله حر والله تعب. اتوقع اي واحد بيمر هنا بيقول مين ذول المجانين ايش قاعد يسوون في البر. هو ذا موست لوكو وان هير. اي ام ذا موست لوكو وان هير. ليتس جو ليتس جو. شيل الحالك يا شيل الحالك. ما يدرون ايش يعني لوكو. لوكو بالاسباني يعني مجنون. اهدى يا كارليتو. يا جماعه خذوا طله خذوا طله، شوفوا هنا ما في ولا شيء، بنقلبه منتجع قناه النانو. ليتس جو. منتجع اللوكوس. لازم اللي يجون كلهم كريسي. اصبر بطلع المنتجع. اصبر اصبر شد دقيقة وارجع لكم. يلا ايزي. كمان ولا شيء بوي. صلاة على النبي. هذا المسبح نطيح نطيح. هذا المسبح. يلا يلا بسم الله. واو. لا 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 مرة مو بوقتك. كلمنا التنكر هذا اللي يجي عبي البرك. تخيل سوينا له شير لوكيشن هنا، يقول لا والله المكان بعيد والسياره بتغرز وما ادري ايش. قلنا له احنا جايين بكوريلا. المهم ايه كامل يحترم سيارتي. اي دونت لايك يو يا جماعه. كلمنا واحد ثاني يقول لا والله الهاف مون بعيد علي. ما تبي تشتغل؟ القطع الموجوده 1 2 الاسود 3 4 5 1 2 3 كذا وهذا 4. اوه يا جماعه صارت بركه بريكه بريكه نص بركه. هذه الفكره بتطلع من هنا وبنحطها برا هنا وبتشوفون. يوه شلون غرزت الارض عاديه؟ انا قاعد اشوفك. خذ خذ يسار. ليتس جو بيبي. حياك الله في منتجع اللوكوس. منتجع اللوكوس منتجع اللوكوس. تفضل تفضل تونا. ايه ترى الى الان قاعدين نرتب ما جهزنا، بنفتح ان شاء الله بعد 3 ساعات. جايب معك شيء ولا كاشر؟ لا هذه كيف الدوام حقت البر بس. يس مو بر لو سمحت. منتجع منتجع. احترم نفسك. ليتس جو. ها شعري ابيض شعري شاب الشعري عبيد. تعبت هموم. ايه بلوكات انجبار ما عليها فيوز. صابخ صابخ كيوتنس. الحمد لله البركه خلصت. خذت منا تقريبا 1.5 ساعة. ما حصلنا احد يعبي ايش الموي، ما في تركات كبيره. فننو ذكاء ذكاء ننو. يبغى لنا 15,000 غرشه من هذه نعبي البركه عادي نشتري. احنا ايه احنا سابحين اليوم، سابحين باذن الله. ولا شيء الفلامينجو. ليتس جو ليتس جو بقو. يلا لسه ما في ماي. جرايندينج. صلاه على النبي. ودا 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 بيجي جايك الماي. جايك الماي يا فلامينجو يا كيوت. ايه انا خلاص اكيد اكيد ما في مشكل. تعال انت ما عليك. يلا انا استنى انا هنا ويتنج. يلا حبيبي ليتس جو بيبي. ترى يحسب عندنا استراحه او شاليه او شيء ما يدري. ما يدري انه بركه. لا لا بس لما اقول له 15,000 لتر ترى يدري انه بركه خربوطه.
ايه احترم نفسك. بركه يوت منتجع اللوكوس. ام ذا لوكو وان هير. نانو كريزي بوي. نانو كريزي بوي. يو جايز ذا سن شاين اون مي. انا لايك يو كاز اي لايك يو. والله العظيم الجو جو منتجع اللوكوس. رجعنا البيت نزلنا سياره بخلود خذينا الانوفا حملنا اغراض. قسما بالله الفكره صارت جد مجنونه. بس بتضبط اعطوني هاك ونشوفكم هناك. ليتس جو. الله حي ضيف الله. تفضل تفضل يعطيك العافيه. احسن موظف البقاله اللي جنب بيتنا واحد الشاطئ ومتابع قوي لجيش النانو. سلم على جيش النانو. سلم عليهم. سلام. قول لهم مرحبا. سلم على اهل اليمن. الدعم دعم اهل اليمن. حبيب حبيب حبيب. قبل الفلوق بينزل. يلا يلا يلا. والله النانو ضبطنا. اعلاء مو باعلان يا جماعه. ايفريون ايتس. اليوم الشباب ينبسطون. فري فري فود. اوه ليكو قاعد يخر المسبح. جايين 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 جايين. ايه جاي 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 جاي. ايه يا عيال امهم يويو. وصلنا منتجع اللوكوس. ليتس جو بيبي. جت هذا الوايد وقاعدين نعبي بس في اغلاط بسيطه. ليتس جو بداحم. سلام عليكم. اها حاضر الكلاس احسن. لا انت حضرت الكلاس. لا والله. الا لا تحلف. كلاس واحد وكلاس ثاني. يو يو. احنا وين؟ احنا في منتجع اللوكوس. كوكو ميسي وكوكو. اخرب لك بالقناه والله العظيم. سبوني سب مالي شغل. قال لي صيح. بعطيني فلوس عشان اصيح. لا كيوتلس كنا نمزح البلوج اللي راح كذبه ابريل. السلام عليكم كيف الحال؟ يا جماعه اللي جاي يعبي خايف يقول هذا وين مكان وين مكان. نصبر ما في استراحة ما في بركة لين ما قلنا له تعال ما في خوف. I got you. Let's go. Let's go. والله لطقة أقسم بالله لطقة. ولا شيء. لا 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 اوه عاد انت ما تفهم. ايه ها مبسوطين مساح خوف خوف. الحين انت سوي سبح سوا سوا. ها ايوه سيلفي سيلفي سيلفي. لوكو لوكو. خلي خلي مع ربعي. بالك علق علق. لا لا حبيبي حبيبي بعدين خذ حبيبي. قوم قوم. لقطات مونتاجيه. التعاون يا جماعه يد واحده ما تصفق. كل واحد عنده مهمه. يوسف مهمته يدور بس يلقط الوسخ. شوفوا هذا وسخ يشيله. النظافه من الايمان. دع المكان كمكان. ليتس جو بيبي. او انه اخيس من مكان صح. اهم شيء يوسف لابس اللوجو وانا لابس اللوجو والقيل ادب لابس بوكسر ترى ينام فيه. ها والله ام ذا ماث لوكو وان. ام ذا ماث لوكو وان. ايوه بغلاده شوفي شوفي. يلا جم ايه. انا الحين كاني غرقان غرقان. اترك المكان افضل المكان. هذا وسخ جم نفي. هذول مين؟ هيترز هيترز هيترز. يعطيها العافيه امي خلتنا ناخذ الفرشه حقتها الخضراء كذا. اوكي بسم الله. واحد اثنين زي. واحد اثنين زي. يلا يلا بدا 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 المنتجع يضبط العصير. لا الغداء الغداء بعد شوي. الغداء الرومانسيه. السبونسر الرومانسيه. شكر خاص حق الرومانسيه جابوا غداء حق قناه النانو. كنافه. لا بعدين تجي الكنافه. المهم جيب العصيرات حطهم في الثلاجه. عدل هذه الشموع حق في الليل وقت الغروب. ايه هذا هذا الكاميرا جاي يا عيال مبسوط. السلام عليكم جيش النانو. ايه ما يدرون انك فكيت الجبس. والله تجبست وصرت بعكازه اسبوع. الحمد لله على السلامه. خليني اقول لكم الفضيحه. كيوتنس الفضيحه انه يوم جبس رجله بعد اسبوع اكتشف انه المفروض ما يجبس رجله. تخيلوا سوالف دكاتره. كل واحد كل واحد يتفلسف على الثاني. حط الثاني يقول صح. شوف احنا الفلوجرز صريحين نصنع محتوى كيوتنس مثلك يا كيوت. يوسف لا تسوي دائره والله بيخش في المسبح. يا ربي يلا هنا. اي برايفت يلا. والله انه خبر هذا. لا لا ايه ايه يا ولد اقسم بالله. يا جماعه والله هدوء. المهم عبوا البركه راح يعبون شو اسمه التانك السياره وبيجون يكملون تعبئه. هنا جاء وقت الجد. يلا ابو خلود يعطيك الف عافيه. احمد ما قصر.
يلا احمد صلاة على النبي بقى ومنسد على السكريم بالله كيف الجو تعال تعال بس بجيك بجيك انا عند الفلامينغو هاي بيبي كلم التانكر يجي يغير الماء اي بقى ولوثت الماء شوف صار لونه اخضر فرقه ابو خلود فرقه لا لا ابو خلود فرقه الانقاذ جايين سعد وفيصل غرزوا الله حيوا الله حيوا فيصل الله حيوا سعد منتجع اللوكوست ينتظركم ها منتجع ولا مو منتجع من جبت الماي بس فيصل يقول من وين جبنا الماي ايش رايك انت غراش موي حفرنا بير غراش موي فكر بعد سعد طوب طوب يا عيال طوب طوب يا سعد تمام سعد يلا ليتس جو ايزي بوي لحظة فلوسك فلوسك 50 ريال 50 ريال تعال دقيقة دقيقة المنتجع ما يدخل من أقل 150 طول ولا فلوس دخل انضبط لا عطى السباح عليك يا عيال أي أحلى Let's go ايوه ايوه أكويل جو ايزي بوي Let's go baby Come on Mudge قسم بالله انه جامد يلا مغلوب غرق Who's coming in لا 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 بطيح المزرعة بطيح كمان يويو كمان كامل عمير مجاز يغرق ان شاء الله التانكي ما يقدر فينا ويرجع لان الوضع كذا مسخره نبغى على الاقل هنا شوف انا نفسي مبسوط مجاهد مبسوط انا مبسوط فوت والي يا الهيتر اسال وس جايز جوز ذا فاميلي فصخت امها يا اخي نرجع بيوتنا جود التيم لا تنسون اللايك بننزل تحت مين اطول واطول نفس هو الفايز الخسران بيجي له عقاب مش موك من وخلود ضد فيصل انهم احسن اثنين وسعد ضد القوم ايوه يلا خلينا نسهل الامور كلنا مع بعض يلا يوسف الحكم اي ما في حكم يلا خلينا نشوف بعد من حطت حكم يلا 3 2 1 اكشن بقى ادخل شمك والله كلهم داخلين يا والله سمعت صوت طيب خش مو ما اخسر احمد بيبي خرب شعر انتبهوا من القوي يا عيال والله قاعد يفر القرش قاعد قسم بالله انا في احد دلدغني مين فاز فيصل يوسف قاعد على الجوال مين فاز اول واحد فاز احمد يا عيال التانكي جاي يا عيال سالفة خلود جا التانكي جا التانكي والله العظيم بدون مبالغة ان اخذ ساعة ونص عشان يروح يعبي التانك ويرجع يفلل البركة كريسي الوايف بعد غرق يوسف خلي ضبطنا بالسعر يلا المسبح مايل هناك اعمق من هنا لان الارض مو مستويه دقيقه عشان كذا حاطين مجاهد حنا هنا كيوتنس اذا ببالك فكره حتى لو انها مجنونه كريسي تطلعها من مخك وتسويها شوف الفكره الخبله هذه ست ساعات جاتنا بوب تنفذت والله احنا صاحيين من الصباح ما نمنا لثلاث ساعات بس عشان الشباب يطلعون من الجامعه ويغيرون جو
يا جماعة على كل اللي سويناه هذا في نص البر وتركت الجامعة واللي ترك اللي جاي من الجبال ولا جاي من البحرين نستاهل لايك ونستاهل دعم لا تنسوا. يلا عدنا المليون. عيال الفلوق الجاي مسابقة والجائزة 100,000 ريال سعودي والله قسما الديوانية بكرة نتجمع اللي بيوزع جوائز مجاهد بس بيوزعها مش هو اللي بيجيبها لأنه ما عنده 100,000 ريال بكرة الخميس قسما بالله الجائزة الأولى أنا عند بيتكم مئة ألف ريال أزالوس جايز خلص الفلوق أزالوس جايز جوين ذا فاميلي غلط ما خلص الفلوق دقيقة والله فلوق المرض والله ويهد فن استنسنا لا ما جيت فوطة انا شويت لا بس والله فكرة حلوة صراحة في قناة النانو we leave no man behind ما نترك اي احد يتعطل تعطلوا هذولي بنساعدهم في شيء خطر لا توقف جنب القلص عشان ما ينبل في وجهك صح وخر مع بعض ايوه قاعد يطلع زين الحمد لله مبسوط ايوه طيب مبسوط يا انت طلعت مبسوط يا حليله كويس هذا ايوه يوسف مرني تعال يوسف جو تكلم مين هذا اللي حق اللي جاب لنا الموي رايت تنكر يدق عليه يقول له متى بينزل الفلوق بس قاعد يقول السلام عليكم أحلى صكت بلوت منتجع اللوكو Who's the loco one? I'm the mustaco one Who's the loco one? I am the mustaco Who's the loco one? إيه مين فايز؟ إحنا أكيد إحنا يعني لا بس هذا ترى مويه يا شباب Two hours later Yo cuteness المسبح ما راح نشيله موجود في الربع الخالي اي واحد يجي منتجع لوكوس يسبح وينبسط ببلاش بداحم بفضل الفلامينجو الكيوت يعطيك العافيه فيصل ماسك السباحه هذه قاعد يتهاوش معاها جروب البلوت هم اللي بيكونون مسؤولين عن شيل الاغراض هذه اللي قاعدين عليها الكراسي والسجاده الخضراء عشان امي ما تجلدكم جلد يا كيوتنس طبعا صافطين مركزين في الجيم المعفن ايزي كمان فلامينغو كمان فلامينغو ليتس جو والله صار لنا يمكن 7 دقائق واحنا نحاول نطلع الهواء منه ساع المكان كما كان بنشيل منتجع اللوكوز كل الاغراض تنشال ونمزح معاكم يا جماعه البركه قاعدين نفضيها وش اسمه بنفضيها وبنشيلها الحين يا جماعه قاعد اغسل رجلي وانا بمشي بالرامن مو غريبه عليك يا مخ اي والله بغير تخصص اذا اعتمدنا على الفتحه الصغيره هذه نطلع الماي والله بنقعد لا بكره بنفتح واحده من العواميد هذه ونخلي الماي تطلع عشان نشيل بركتنا الكيوتنس اي والله العظيم توهقنا مع البركه انا عايز اوركم جايز اهم شيء ان انتم غيرتوا جو وانبسطتوا انا عن نفسي استانست اليوم انت انا انبسطت هذا ما يعجب العجب ولا صيام رجب انا عايز اوركم جايز اهم شيء غيرنا جو كذا انا دائما اسلك حق يوسف كذا شوف ما في شيء يضحك ترى اقسم بالله طالع مع كاسكوز كل واحد قاعد يفصفص حب من الصباح كل واحد قاعد يا جماعه من الساعه 8 لا شو وانت تاكل الحب عشان هالفكره المجنونه عشان الفكره الكريسي اللي هم قاعدين نستنى كذا صار لنا نص ساعه الحين نستنى المسبح هذا يفضى عشان نشيله عشان نمشي اهم شيء غيرنا جو وانتم انبسطتوا في احد يبغى يقول شيء قبل اختم يا عيال لا انبسطنا وترقبوا الافكار المجنونه الجايه الاكبر الله الله بالدعم ونمزح ترى اخر مره ما من كانت كذبه ابريل كذبه كريهه اللي حط ديسلايك على الفيديو اللي راح يشيله او عوضنا بلايك بالفيديو هذا انيويز اوركم جايز خلص الفلوق اتمنى ان عجبكم وازوز جوين ذا فاميلي جوين ذا تيم جوين ذا موفمنت نانو 77 وات سي يو نيكست تايم هاي جاي